السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم أخوكم جوردن دين في لعبة الخواتم ذا باتل فور ميدل ايرث 2 ذا رايز اوف ذا واتش. كان بإصدار 2.02 طبعا السادسة في عدد 2 ضد 2. إذا الفريق الأول اللي فوق الخريطة، اللاعب الأول ديفا ودولته ايزنغارد، اللاعب الثاني اللي معاه نفس الفريق بايونسل دولته دورفز، اللاعب الثالث من الفريق الثاني دي جي بريمر. طبعا دي جي بريمر من احسن اللاعبين اللي بيلعبوا في دولة من، بس هون في هذه اللعبة دولة موردور. صاحبه الثاني اللي معاه دولة دوورفز اللاعب دكتور. اوكي، دي جي بريمر بلش مزرعتين وبركس عادي، بينس بلش نفقين وبركس عادي، صاحبه بلش برضه مزرعتين بركس عادي، لاعب دكتور بلش اول نفق والنفق الثاني برضه هنا وهي بركس عادي. طبعا هون راح توجه اللاعبين على الاوت بوست اللي بنص الخريطة اللي بعطي موارد، اللي هي مصاري فلوس اكسميها زي ما بدك تسميها، بعطي موارد. راح توجه اول شيء عشان ياخذوا هذا الاوت بوست، يعني يبلشوا هجوم على بعض. اذا ايزنجارد سوى المزرعة الثالثة، اول فرقة هجوم طلعها فرقة يورك هاي دوورفز، اول فرقة بطلعها فرقة بطل جنود مقاتلين عاديين وريورز. موردور ثاني بركس عادي، صار عنده بركس عادي 1 2، صار عنده الثالث مبنى رماحين عشان على الجهة الثانية مقابلة في ضد دوورفز، وش طبيعي انه يطلعوا لقدام شوي باتل ويكونز عشان يقاومهم. اذا موردور بيتحرك اول فرقة جنود له لاتجاه الاوت بوست، صاحبه برضه دوارفز دعمه في نفق هاي المنطقة احتياط. في اشارة من فيفا انه نهجم 2 على 1 على دوارفز. هو موردور قاعد باخذ الاوت بوست، دوارفز بيحاول فقط انه يسوي زي حماية هاي المنطقة. هذا الجارد بيهاجم اول نفق لدوارفز الدكتور. دكتور يفضل انه يهد النفق لانه مفيش عنده فرصة انه يدافع عنه، يكسب نص المصاري تبعته احسن ما يخليه على الفاضي. نفس الوقت دوارفز طالع يهجم فوق، ترك ايزنجارد هنا وهجم فوق. اذا هون اشارة من دي جي بريمر انه هي في انا عندي وحدة تدخل عندي على القاعد تبعتي بدي دعم. عن بيرنسل بدعم حاله في زي ما قلنا باتل ويجون، عشان هيك بيجيب ريما عمل الثاني مبنى رماحين. هون بيرنسل بدأ يطلع واحد فرقة جنود من النفق حتى يحاول يعمل عملية دفاع عن هذا النفق. دي جي بريمر بنسحب وحدتين تبعونه، هون برضه نفس الشيء طلع كمان فرقة عشان يحاول يدافع عن النفق، طلع فرقتين، فرقة من الأمام فرقة من الجنب حتى ما يقدر يوصل للنفق. هون برضه في إشارة من دكتور إنه دورس عمل باتل بيجون. حلو، دي جي بريمر بيهاجم على جبهتين، جبهة من هون وجبهة من الجهة الثانية على الدولة الثانية على دولة ايزنغارد. ايزنغارد نفس الشيء هاجم فرقة رماحين وعم بدافع عن ارضه هنا، دفاع وهجوم بنفس الوقت. هنا ايزنغارد بدأ يدمر نفق قبل ما يقدر يطلع من اي فرقة جنود. عندي جبريل ما بنسحب شوية انه في عنده باتل ويجون، هاي باتل ويجون العربي فما راح يقدر يتحداها فانسحب. فرقتين للخلف، هي أول فرقة رماحين. طبعا هو طور المبنى زي ما احنا شايفين عشان يقدر يطلع أحسن من موردور. كيف اللاعبين محترفين على طول، يعني بسرعة مش طبيعية، صار عنده براكسين ومبنى رماحين مطور، وكمان بسرعة سريعة جدا.
دورز هسه بدخل على دي جي بريمر. هون دورز بحاول يدمر مبنى الشفة تبع دورز الفريق الثاني كما يقدر يدعم موردور. هون هاي قتل بناء تبع دورز. هون الباتل يقول ما اقدر حتى نوعا ما ما في شيء رمح يكون مكان هون خطة واحدة. يمكن الباتل يقول تجي تدعس هون هاي المنطقة. طبعا دورز معجوق شوية. هون بعطيه اشارة انه خلينا نتجمع في منطقة واحدة حتى اعطيك تقواية. فعلا شوفوا بنفس الوقت دورز الخصم الثاني هاجم من الجهة الثانية على دولة ايزنغارد. ايزنغارد عنده فرق انه يقدر يسوي عملية دفاع ثلاث فرق. وبنفس الوقت هاجم على دولة موردور عامل شغل كويس. دورز برضه متواجد جوا دولة موردور كويس. شوف ايزنغارد اللاعب الابيض اللي هو فيفا عامل شغل كويس. يعني قدر هنا يدافع عم بدافع ضد دروز بنفس الوقت هاجم. طبعا هاي فرقة رمحين الى اول فرقة اسفل ورا. طبعا فرقة رمحين سوى اداء كويس دمرت كم من برك كم من مزرعة لحالها راح ليفلها ثلاثة. هل نحكي هيك على دي جي بريمر خسر ولا لا؟ كيف دوورز احمر وصاحبه اتفقوا على جي بريمر هجموا عليه 2 ضد 1. صاحبه حاول انه يساعده بس ما قدر وهاجم على ايزنغارد ثلاث فرق. بس ايزنغارد كان عنده فرق تدافع عن الارض. هي ما نسبة احداث نشوف شو راح يصير. انا اذا قاعد بدخل على دكتور دوت دورف ممكن هيك اللعبه تكون خلصت. خلينا نشوف جبريمر ما ضل عنده اشي غير قلعه. وهنا اللاعب دورفز بونسل عامل نفق له في ارض موردور. يعني موردور خلص جي جي جود جيم. هون في فرقة لأيزنغارد فرقة نفق خوشن باتل ويجن. فعلا دي جي بريمر خسر. اوكي دي جي بريمر خسر ودكتور خسر وفاز فيفا وصاحبه بنرسل. ما تكون استمتعت بهاي القعدة 2 ضد 2 بين لاعبين محترفين. خلصت بسرعة لأنه كان عبارة عن هجوم سبيد رش. ما طولت كثير لأنه ما أعطوا خصمهم فرصة حتى يقدر يطور ويوصل لجنود كثير. أتمنى تحطوا لايك إذا عجبكم الفيديو ودسلايك إذا ما عجبكم وتسوي اشتراك في قناتنا حتى توصلكم كل جديد عن هاي اللعبة الاستراتيجية. بشوفكم بفيديو لاحق. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Would you consider just starting off? All of you, right now! Stand! Tell this rabble to leave, or I'll water the ground with their blood! You hear that, lads? We're on! Let's give these bastards a good hammering! Kanak! Dore Noor! Oh, God!